فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أهدى إلي شخص كتبا من مدينة بعيدة، فلما فتحت هذه الكتب فإذا مكتوب عليها وقف على المسجد، يقول ماذا أصنع بها الآن؟ إن كان يمكن تردها للمسجد اللي هي موقوفة عليه يجب عليك ذلك، وإن كان ما تتمكن ضعها في أي مسجد من المساجد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.